عبد الله، إن ربنا لغفور شكور. لا تحقرن من المعروف شيئا، كل معروف وإن قل صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. بالكلمة الطيبة تتقى نار الله الموقدة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. رؤي سيبويه في المنام بعد موته، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي، لأنني لما كتبت اسم الله قلت في تعريفه: هو أعرف المعارف لا يعرف، إن ربنا لغفور شكور. بالكلمة الطيبة تفتح مغاليق القلوب، وتهدى إلى صراط الله علام الغيوب. بالكلمة الطيبة أسلم خالد بن الوليد، يوم كتب له أخوه الوليد: إن رسول الله سأل عنك فقلت: يأتي به الله. قال: ما معناه؟ ما مثل خالد جهل الإسلام، ولو جعل نكايته مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له، ولقدمناه على غيره. فبها أعلن إسلامه، وأضحى سيف الله المسلول، قائدا أرخص في الله الحياة، معه سيفان هندي ودين، طلب الموت فواتته الحياة. وذكر بعض المؤرخين أن يهوديا مر بإبراهيم بن أدهم رحمه الله، فأراد أن يؤزه لقول ما لا يليق بمثله، فقال: يا إبراهيم، لحيتك أطهر من ذنب الكلب أم ذنب الكلب أطهر منها؟ فقال في غاية الهدوء والسكينة: إن كانت في الجنة فهي أطهر من ذنب الكلب، وإن كانت في النار فلذنب الكلب أطهر منها. فما وسع اليهودي إلا أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. جبل الثلج تلاشى حين ما رنت الشمس بعينيها وذاب. ومر ابن مسعود رضي الله عنه في ناحية من نواحي الكوفة بفتية يغني أحدهم بصوت حسن واسمه زاذان، فقال ابن مسعود: يا هذا، ما أحسن هذا الصوت لو كان بقراءة كتاب الله، لو كان ما يسمع من حسن صوتك بقراءة القرآن لكنت أنت أنت، ومضى. فألقى الله في قلبه التوبة، ولحق ابن مسعود يبكي، واعتنقه ابن مسعود وبكى معه وشجعه، فلزم ابن مسعود حتى تعلم منه القرآن، وأخذ حظا وافرا من العلم، فصار إماما يروي عن ابن مسعود وسلمان. بالكلمة الطيبة تفجر الطاقة، فتثمر خير ثمرة، وتدفع لكل سامع. قال إسحاق بن راهويه لطلابه: لو أن أحدكم يجمع مختصرا فيما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقعت الكلمة في نفس البخاري، فصنف كتابه العظيم الجامع الصحيح، أصح كتب السنة على الإطلاق عند أهل السنة. قال الإمام البرزالي: وقد رأى حسن خط الذهبي، خطك يشبه خط المحدثين. كلمة غيرت مجرى حياته، فحبب الله إليه علم الحديث، فصار من أئمة الحديث وحفاظه ونقاده. بالكلمة الطيبة تستثار النخوة، فهذا صلاح الدين رحمه الله، وهو يعد العدة لاسترداد بيت المقدس من أيدي الصليبيين. تأتيه رسالة من أسير مسلم يقول فيها على لسان المسجد الأقصى: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أنجس. فانتخى صلاح رحمه الله، وسارع في الإعداد، ولم يبتسم ولم يقارف ما يوجب غسل جنابة حتى استرد. كم كلمة هي بضعة أحرف دكت بناء معاقل وقلاع. لا تحقرن من المعروف شيئا، إن ربنا لغفور شكور. وما هذه الأيام إلا معارة، فما استطعت من معروفها فتزودي، فإنك لا تدري بأية بلدة تموت، ولا ما يحدث الله في غد.